هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب. الحمد لله، قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. هو الكريم الوهاب، مسبب الأسباب وخالق الناس من تراب. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بمجامع الحمد كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت، وملء ما خلقت، وزنة ما خلقت. حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيحمده لساني كل حين، ويعرفه فؤادي باللطيف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عانت له الوجوه وسجدت له الجباه، رغمت له الأنوف وذلت له الأعناق. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، عظم جماله وحسن كماله. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المرتضى، صلوا عليه، صاحب الحوض المورود والصراط الممدود واللواء المعقود، شرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي قومت ميزان الورى، ومحوت ظلم العدل في الميزان. آسيت محروما كفلت أرامنا، أسعدت محروما رحمت العاني. صلى عليك النيران وسلما يا رحمة بعثت من الرحمن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة لا تعد ولا ترد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الآباء، أيها الإخوة الأعزاء، أيها الموحدون، لقد خلق الله عز وجل الإنسان وكرمه وعظمه. ومن تكريم الله للإنسان على سائر الكائنات أن جعل له عقلا، والعقل هو مناط التكليف عندنا في الإسلام. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: رفع القلم إلا عن ثلاث. ومعنى القلم هنا مناط التكليف. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الثلاث: المجنون حتى يعقل. ولذلك لما خلق الله الخلق قسمهم على ثلاثة أصناف: قسم ركب الله عز وجل فيه شهوة بلا عقل، وهو هم البهائم، وقسم ركب الله عز وجل فيهم عقل بلا شهوة، وهم الملائكة، وقسم ركب الله عز وجل فيهم شهوة وعقلا، وهم بني آدم. فإذا ما أطاع الإنسان ربه صار أفضل من الملائكة المقربين، وإذا ما أهمل الإنسان عقله صار عند الله أحط من البهيم. قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إلى أن قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. حرص الإسلام على حماية العقل،
وحرم الله عز وجل كل مفتر أو مسكر، ولذلك العرب كانوا يحبون الخمر أكثر من أعينهم، وجاء الإسلام ووجدهم كذلك، ونزل التدرج هنا تربية لأمة الإسلام. أول آيات نزلت في الخمر قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. عمر يسمع الآية ويرفع يديه ويقول: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. تنزل بعدها آية الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان ينادي مناد من قبل سيد الخلق: من أراد الصلاة فلا يشرب الخمر. وما يزال عمر يقول: يا رب اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. تنزل آية التحريم القطعي في أواخر ما نزل على سيد الخلق في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومعنى اجتنبوه أن تكون في جانب والخمر في جانب آخر. قال علماء الأصول: أقوى أدوات التحريم عندنا في القرآن الاجتناب، فهي أشد من قول الله عز وجل لا تشربوا الخمر. الاجتناب أن تكون في جانب والخمر في جانب آخر. ومما عمت به البلية في زمن التحوير والتزوير والتدليس والتلبيس ما أخبر به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: أن تنقضي الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف، يقصف الله عز وجل بهم ويمسخهم قردة وخنازير. ولعلنا من خلال هذا الحديث ننظر إلى معركة المفاهيم وإلى تهويد الإعلام وتهويد العقل العربي. عندنا الربا تسمى بفائدة، وعندنا هدم ثوابت الدين يسمى بالتنوير، وعندنا كذلك الأمر العري والسخف والرقاعة والخلاعة يسمى فنا هادفا، وعندنا الخمر يسمى بالمشروبات الروحية. وهكذا معركة المصطلحات التي أخبر بها سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. فكم من شيء، عندنا الزنا يسمى بزواج عرفي، والزواج العرفي الذي تعارف عليه الناس هو الزواج الشرعي، وهذه معركة المفاهيم. لعلنا من خلال ذلك أيها الموحدون أن نصحح المفاهيم، بأن هذا مما تنبأ به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. الخمر كل ما خامر العقل أو فتره أو غيبه. هل أتاكم حديث أبو غبشان الخزاعي؟ أبو غبشان الخزاعي رجل كان من أسياد قبيلة خزاعة، بل كان سيد قومه. يوم من الأيام في الطائف شرب الخمر مع قصي بن كلاب، وقصي بن كلاب هذا هو جد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فباع سدانة الكعبة، والسدانة معروفة مفتاح الكعبة، كانت أعظم من السقاية والرفادة. الرفادة هي إطعام الحجيج، والسقاية سقايتهم: أجعلتم سقاية الحاج. أما أعظم من الرفادة والسقاية فهي السدانة، والسدانة مفاتيح الكعبة أن تكون معه. فبينما هو كذلك سكر، فاشترى منه قصي بن كلاب سدانة الكعبة وأخذ المفاتيح، ثم جاء إلى قومه وقال: يا بني إسماعيل، ردت إليكم مفاتيح أبيكم. فلما أفاق من السكر ندم حتى ضرب به المثل، فكانوا يقولون: أندم
من أبي غبشان وأقصر من أبي غبشان. وأنشد الشاعر يقول: باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر فتبت صفقة البادي، باعت سدانتها بالخمر فانقرضت عن المقام وظل البيت والنادي. تأملوا، أبو غبشان باع سدانة الكعبة بشربة خمر، بدن خمر، وهكذا يفعل الخمر في الناس. خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الناس يوما ثم قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. والخمر كل ما خامر العقل كما قلت. ربنا تبارك وتعالى عظم العقل وميز به الإنسان، تارة يسميه بالعقل، وورد 47 مرة في كتاب الله عز وجل، وتارة يسميه بالنهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وتارة يسميه باللب، إن في ذلك 16 مرة أو 16 مرة قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وتارة يسميه الله عز وجل بالقلب، والقلب في العقل أو العقل في القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولذلك سماه الله عز وجل أيضا بالحجر في آية واحدة في سورة الفجر، قال عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر. والحجر هو الذي يحجر الإنسان عن فعل ما يشيء، ولذلك الإنسان بلا عقل تجده كالبهيم، تجده سائما. ولذلك حرم الله عز وجل الخمر، وحرم كل ما يفتر العقل ويذهبه من الحشيش، كما ذكر ابن حجر الهيتمي، ذكر من أضرار الحشيش 80 ضررا بالغا من أضرار الحشيش، وكذلك الأمر الأفيون، وكل هذه المصنعات التي تفتر العقل والتي حولت وسميت بغير اسمها. هل أتاكم خبر الإحصائية التي رصدت في فرنسا 90% من حوادث السيارات بسبب شرب الخمر وبسبب المفترات؟ وعندنا أغلب حوادث السيارات بسبب هذا الأمر، ترامادول وغيره 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 مما تسمعون أو تشاهدون. ولعل من خلال ذلك أقول إن الله عز وجل حرم كل ما يضر بالإنسان، بل إنه من الأمور التي حرص الإسلام عليها من الضروريات الخمس حفظ العقل. سيدنا عثمان قال: أيها الناس اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم ذكر أن رجلا كان من العباد قد علقته امرأة، هوته امرأة، أحبته امرأة، وأرادت أن تكيد له، فأرسلت جاريتها وقالت له: إني أريد أن تشهد على بيع. فأتى فدخل البيت فغلقت الأبواب، وكلما دخل حجرة غلقت الأبواب، ثم قالت له: أنا لا أريد منك أن تشهد، إنما أريد منك أن تختار شيئا من الثلاثة، وأمامه طفل رضيع وامرأة وخمر، اختر ما شئت. فاختار أيسرهما ظنا منه. قال: فشرب الخمر فسكر، ثم زنى بالمرأة، ثم قتل الغلام. ارتكب الموبقات ظنا منه أن الخمر أيسر الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه قريب مجيب. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. وبعد، فيا أيها الموحدون، ما زلنا مع إحدى الضروريات الخمس التي جاء بها الإسلام، وهي حفظ العقل. تأملوا عروة بن الزبير رضي الله عنه، والده الزبير بن العوام، وأمه أسماء، وجده
لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أما جده أما أبوه فهو الزبير حواري النبي عليه الصلاة والسلام. عروة بن الزبير أخوه عبد الله بن الزبير جمع أطراف الشرف من كل حدب وصوت. وعروة بن الزبير رحل يوما ما إلى الخليفة بن الوليد بن عبد الملك في دار الخلافة بدمشق، فأصابته الأكلة في قدمه، الأكلة أكلت قدمه، مرض الجذام. فاستدعوا له جميع الأطباء إلا أن القدم لا بد أن تبتر. في هذه اللحظات قال له الطبيب: نسقيك خمرا حتى تستعين أو نستعين على قطع رجلك. فما كان من عروة رضي الله عنه إلا أنه نهره وزجره ثم قال: والله ما كنت لأن أستعين على قدر الله بمعصية الله. ثم قال: إن أنا كنت في الصلاة فاقطعوها، وأتوا بالمنشار وهو يصلي، فإن العبد الصادق المتعلق بربه أسعد ما يكون وهو في صلاته. معراج المؤمن هي الصلاة لو فهمناها كما فهمها أصحاب سيد الخلق والتابعون. عروة هذا من أسياد التابعين، بل من فقهاء المدينة الثمانية. عروة بن الزبير قطعت رجله وهو يصلي ورفض أن يشرب الخمر، دليل واضح على أنه من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. عندنا حديث من أخطر الأحاديث التي تسمعونها، قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند ابن ماجه وابن حبان وسنده صحيح، قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. من شرب الخمر في الدنيا. والحديث الآخر: إن عهدا على الله لمن شرب الخمر أن يسقيه الله طينة الخبال في النار. طينة الخبال، أتدرون ما طينة الخبال؟ عصارة أهل النار، والجزاء من جنس العمل. ففي الجنة خمر. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، إلى أن قال الله عز وجل: أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كل من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. إن تركت الحرام لله عوضك الله بالحلال. الصحابة تركوا دورهم لله عز وجل في مكة فمكن الله لهم في المدينة. يوسف ترك امرأة العزيز وترك شهوته لله فمكن الله عز وجل له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. تأملوا إبراهيم عليه السلام لما ترك ولده للرحمن اتخذه الله عز وجل خليلا. تأملوا حينما يترك الإنسان الربا سيعوضه الله عز وجل ويبارك له في الحلال. ما من عبد يترك شيئا لله إلا سيعوضه الله خيرا منه. من ذلك أيها الموحدون، ونحن نتحدث عن الخمر وعن المخدرات وعن المفترات، اليهود وراء كل شر. هنالك كتاب لمؤلف غربي يتحدث عن خطر اليهود وراء كل جريمة في المجتمع، من ترويج المخدرات هنا وهناك. ولذلك أيها الموحدون، الشباب مستهدف، وشباب الأمة اليوم. ود اليهود لو ظفروا بتهويدهم وتغريبهم وتغييبهم. هنالك مؤامرات تحاك بالشباب صباح مساء لجرهم إلى هذا المستنقع الأسن، وهو مستنقع الإدمان. كم من شخص أدمن أيها الموحدون فباع عرضه وأرضه، كم من شخص أدمن فانتهت حياته بالإدمان وكان أفضل ما يكون. ولذلك خطر الإدمان أيها الموحدون لابد أن تتضافر فيه جميع الجهود، منبر الجمعة، وسائل الإعلام، الحكومة بكل هيئاتها، لابد أن تتضافر أيها الموحدون
ارفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل. لنا إخوان في غزة يبادون إبادة جماعية في هذا التوقيت، ارفعوا أكف الضراعة أن يعجل الله بنصرتهم. اللهم عجل بنصرة عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم اشف صدورنا بهزيمة اليهود، اشف صدورنا وقر أعيننا بهزيمة اليهود. اللهم لا تقم لليهود في غزة راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، وعليك باليهود المغتصبين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل بهم ما أنزلت بآبائهم الأولين من أصحاب السبت. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم نصرك لعبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم رحماك بالمستضعفين في فلسطين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، اللهم إنهم جرحى فخفف عنهم. أحقن اللهم دماءهم، اللهم أحقن دماءهم، اللهم أحقن دماءهم، وعجل بنصرتهم، وفرج الكرب عنهم. اللهم احفظ على مصر أمنها واستقرارها وجيشها وبرها وبحرها ونيلها وشبابها. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. اشف اللهم مريضنا، اللهم اشف كل مريض مسلم منا، اشف كل مريض منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق أبناءنا في امتحاناتهم يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. غرسنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين. وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.